ما تحكمش على المنتخب الآن، ما تحكمش عليه الآن. حتى في 2010 ما كناش مصنفين، ولكن بدينا افيك 0-0 مع رواندا في كاس العالم 2009، نشفى غروج من الجزائر، واحد منهم ولا مسير كبير هاني شافي كتب بعد مونديال ولا امين عام بعد مونديال، خسرنا بعد مونديال بريمي ماتش لو لوندمان لعبوا مصر لا زومبي، داروا ماتش في مصر عاودوا لك الحظوظ بعد مونديال تبدلت المطايات، مي سيتي في ديبي فري، مي تبدلوا المطايات لصالحنا لاننا كنت تلعب على سي ماتش، فهمت؟ تسنى حتى دقيقة الأخرى رحنا لي باراج و لو كولا فيراج جينيرال تلعبوا لي ديتار رحنا لي ماتش باراج. وعليه اليوم نعاود ناكد المباراة تاع ما يصعبوهاناش، إلا حبيت نروح لكوب دي موند قنعني بالأداء والنتيجة في كاس كولور. لو نبداو نصيبو دي ديفيكولتي ما تقول لي لا الكازو، ما تقول لي لا الاربيت، ما تقول لي لا الشتاء، ما تقول لي لا الحجر، ما تقول لي ولا شيء، ما تقول لي لا الصحافه، ما تقول لي حتى شيء. الخيارات انت اللي تجيب لي جوار، لو شوا تكتيك انت مسؤول عليه. ورينا اليوم اسكو نقدروا ناملوا بلي احنا نبنوا منتخب قوي لاننا رايحين لاكوب دافريك باش سوا ديزون لوجيكمون حبي يدير لو تيت كيما تكلم، ولا انه قلت لي كارد فينال بزاف وحاب يروح لاكوب دي موند. المشوار بدا بالصومال وسينتهي بمنتخبات قويه، وعلينا اليوم ناخذ كل مباراه باهميتها ونسجل عدد كبير من الاهداف ونتفادى تلقي الاهداف.